السياحة في مصر اتعرضت لكمية أزمات غير طبيعية، وما زالت الدولة بتحاول بخطط تسويقية مكثفة لجذب المزيد من السياح. هل تنجح السياحة في الوصول إلى حلم 30 مليون سائح؟ عندنا إمكانيات الدولة السياحية، عندنا مقومات دولة سياحية فريدة، مشكلتنا فين؟ في الخدمات المكملة للسياحة. كل أسبوع بنشوف افتتاح منتجع أو فندق كبير بعدد غرف فندقية محددة، ده حقيقة حيزيد من الطاقة الفندقية. وهل المطارات المصرية مؤهلة لاستقبال هذا العدد؟ فوضى عارمة في المطار. حضرتك سمعت أبداً في أي سفرية في أي مطار إن بعد ما يختم الجواز إن يقف عسكري يقول لك ثانية واحدة يشوف الختم اللي ضرب؟ هل ده معقول؟ هل ده موجود في أي حتة حضرتك؟ مش موجود. طول ما أنت نازل من الطيارة يا دوب تنزل يقول لك كل سنة وأنت طيب وبتاع والحاجات اللي أنت عارفها دي، تروح الحمام يقول لك كل سنة وأنت طيب، تاخد شنطتك كل سنة وأنت طيب. لماذا يشكو السائح من سلوكيات سائقي التاكسي ومضايقات الشارع؟ المشكلة عندنا صناعة سياحة حقيقية غير لما السائح يقدر يمشي في كل مكان في القاهرة أو في أي محافظة من المحافظات وحريته. السائح لازم يجي يحترم عاداتنا وتقاليدنا، السائح مش هيجي لك، السائح مش جاي هنا يتربى ويتعلم الأدب. وهل عادت الفنادق المصرية للعمل بكامل طاقتها بعد كورونا؟ الأقوى في منظومة السياحة، الأقوى والأكثر بروفيشنال هو قطاع الفنادق. ما عندكش الفنادق الثلاث وأربع نجوم والنجمتين بنفس الجودة، أولاً قليلة، ثانياً ما فيش فيها جودة. وهل التسويق السياحي في الخارج قادر على جذب المزيد من السياح؟ التنورة والجمل والحاجات دي عاف عليها الزمن. احنا بندعو السواح بطريقة ساذجة. وما هي الاكتشافات الأثرية الجديدة التي تنتظر السياح؟ الطفل اللي موجود في استراليا في أمريكا في أي دولة في العالم عارف توت، مش مهم أكمل اسمه، مش هقول توت عنخ آمون، فأنا إزاي ما استغلش براند كل الدنيا عارفاه؟ السياحة ممكن تكون حل سحري لكل أزماتنا الاقتصادية. انتظرونا في المواجهة مع النفس السبت 19 نوفمبر الساعة 11 مساء. أهلا بكم في العاصمة.